النائب العام بيأمر بالتحقيق في مسألة أنا يعني بقالي أسبوع مش قادر استوعبها، يعني حقيقة فقدان كأس أمم أفريقيا 2010 باتحاد الكرة. المستشار حمد الصاوي النائب العام أمر بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام 2010 من بين مقتنياته إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا. وزارة الشباب والرياضة بعد ما أثير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من الاتحاد خطبت النيابة العامة بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد وتبينها فقد الكأس المذكور وارضاره بالأقوال بين مسؤولي الاتحاد حول أسباب فقده بطلب التحقيق في الواقعة. مش لاقي كلام أقوله صراحة، أنا والله العظيم ما لاقي كلام أقوله. يعني إيه أكون أنا رئيس اتحاد ويتسرق من الخزنة أو من دولاب الكؤوس كأس خارج مصر؟ أنا مش قادر أتخيل. أنا بقول والله ده أهم كأس 2010، ولا حتى يعني أنا مش قادر أتخيل إن فيه فوضى لهذه الدرجة، مش قادر أتخيل إن فيه قلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم ما قادر. أنا فعلا شيء يعني يجعل الحليم حيران، فما بالك إحنا مش ناقصين أصلا. يعني فعلا الكأس اتسرق، يعني إيه اتسرق؟ مش قادر أفهمها دي. زمان احنا بنكت لغايه دلوقتي لما في اتسرق في ميدان العتبه الحفار ده اللي كان بتاع المترو زمان، الكلام ده من 20 30 سنه، فاكر كنا بنقعد ننكت فيها، كان احمد رجب الله يرحمه ومصطفى حسين بيرسم وكده. كؤوس تتسرق؟ هو في كؤوس اتسرقت يا ابراهيم؟ انا كنت قاري حاجات كده، يعني كان في كؤوس اتسرقت مش عارف برضو من نادي او غيره حاجه من الحاجات دي. انا بسال بقول المسؤول غير المسؤول، الراجل اللي ما عندوش ضمير واللي يزعل يخبط راسه في الحيطه، اللي يزعل من الكلام بتاعي يروح يتفلق، الراجل اللي مسؤول في اي اتحاد ولا في اي مؤسسه ولا في اي شركه ولا في اي محافظه ولا في اي وزاره ويحصل في مكانه هذه الفوضى يتحاكم فورا، والله يتحاكم فورا. ده مش يقعد، مش يستقيل، ده يتحاكم، ده يخش السجن. اللي مش قد الشغل يقعد في بيتهم، ولا هو المناصب منظره دلوقتي؟ هي المناصب بقت منظره البس واطلع وصرح وصور في الجرايد، وانت اصلا انسان ما عندكش القدره على اداره مكان متر في متر. يعني ايه اتسرق من اتحاد كوره؟ هل طب انا بسال سؤال، هو الاتحاد الكوره دلوقتي اللي مين ماسكه يا ابراهيم؟ انا ما اعرفش. لجنه خماسيه بيقول لي اداره الاتحاد، اللجنه الخماسيه استلمت امتى اللجنه دي؟ امتى يعني بعد قاره هنا بوريده؟ امتى؟ بقى لها كام سنه؟ بلا سنه تقريبا، يعني انا شهر يا سيدي. انا قالوا لي تعالى يا عم امسك اتحاد الكوره، اقول لهم ماليش في الكوره، قال لك تعالى انت امسك اتحاد الكوره. اول حاجه اعمل ايه؟ هعمل محضر تسليم وتسلم، هعرف الجرد عندي ايه وعليا ايه. يعني هو اسمه يا وليد الرئيس عمرو الجنايني، الاخ عمرو الجنايني اول ما استلم اللجنه الخماسيه رئاستها لما دخل قعد على المكتب بتاع هنا بوريدا ولا بتاع سامي ولا انا ببدا من الاخر. اخر واحد قعد على مقعد رئيس اتحاد الكره المصري الراجل ده، لم قبل ما يقعد استلم مضى ولا ما مضاش؟ هو واعضاء اللجنه الخماسيه رجعوا يعني؟ طب فين مدير عام الاتحاد؟ مش في واحد مدير عام او امين عام؟ يعني دول ناس معينين، في ناس واحد قاعد موظفين بياخدوا فلوس في الاتحاد، في امين اعتقد او مدير عام او غيره، في مسؤول يعني، في مسؤول. ما تقولوا لي يا جماعه ساعدوني وانا بتكلم نفسي. اكيد في مدير للاتحاد، ايوه صحيح، انا فاهم صح، في مدير للاتحاد شغال موظف بيقبض مرتب بياخد فلوس من فلوسي وفلوسك. الراجل دوت مش كان موجود في الاتحاد بتاع هنا بوريده وبعدين جه في الاتحاد المعين بتاع الجنايني؟ هو نفس الشخص. يسال فين الراجل ده؟ فين؟ طبعا النيابه هتسال وهيستدعوا وهيجيبوا انا بسال من وجهه نظر اخرى. هي الفوضى ضربت في نخاع المجتمع الى هذا الحد؟ محدش بيسال. طب انا بسال سؤال يا اخي، ما لفتش نظرك رئيس اتحاد وانا قاعد في مكان انا رئيسه اروح اتفرج كده على الكاس كده ولا ابص على حاجه ولا اشوف الاقي اسال فين يا جماعه الكلام دوت؟ هيقول لي بقى واحد يقول لي اصلي في سنوات الفوضى في 2011. طب ومين اللي جه بعد 2011؟ طب وعملوا الجرد فين؟
طب ما احنا عارفين فيه جرد دقيق حصل لخراب 2011 شفناه جميعا وتابعناه. انا مش قادر اتخيل انه كاس يتسرق او يضيع طبعا يعني ايه يعني ايه يعني ضايع يعني. يا جماعه ده كاس الامم الافريقيه يا جماعه، ده حاجه تخلي فعلا الجنون اصبح يعني سيد الموقف. مش ممكن، انا مش قادر اتخيل. ايه اتحاد ايه اتحاد 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 فاشل، اتحاد فاشل. الاتحاد اللي يضيع منه كاس اتحاد فاشل، ومسؤول الاتحاد فاشل، ولجنه فاشله، ورئيس اتحاد فاشل، ورئيس اتحاد سابق فاشل. لازم كله يا جماعه كله يتسال. هو هي هو ده ملكك؟ ده ملك حضرتك؟ ده ملكنا كلنا، ملك البلد، ده ملك البلد. زي ما ايه الفرق بين سرقه كاس الامم الافريقيه اللي احنا فزنا بيه في 2011؟ ما اعرفش هو كاس ده ذهب يا جماعه. يعني انا مش عايز بس اخش الخلاصه. احنا الكاس ده كان اهم كاس. ليه؟ لانه احتفظنا بيه. انا فاكر 2006 و2008 و2010 لما كان كابتن حسن شحاته مدرب المنتخب في واحده من اعظم الضربات اللي مصر عملتها في تاريخها الكروي، احتفظنا بيه للابد لان احنا خدناه ثلاث مرات متتاليه. فبالتالي الكاس ده غالي علينا، عزيز علينا الكاس ده. طب انا بسال، هو اتحاد الكوره ما فيهوش كاميرات؟ انا بسال والله اسئله. انا طب والراجل اللي خد الكاس ده سياحه يعني وباعه يعني ولا ايه؟ لو هو ذهب انا ما اعرفش ايه، بس انا بسال. ما هو ايه الفرق بين سرقه الكاس وفي والفرق بين سرقه راس توت عنخ امون واخناتون وغيره اللي اتهربت بره؟ ما هو نفس القصه. هو مين اللي هرب يا جماعه؟ هو مين اللي هرب؟ اللي هرب واحد مصري بالمناسبه، اللي هرب واحد مصري. بالتالي لما نيجي نقول دلوقتي بنصلح وبنصوب والناس بتزعل يعني. دلوقتي الراجل رئيس الاتحاد ولا المعين ولا الجنايني ولا التاني ابو ريده ولا اكيد زعلان مني، يقول لك شايف عمال يتكلم يا عم. وانا بتكلم من غيرتي، بتكلم من قهري، انا واحد اتقهر والله، بتكلم الغيظ، بتكلم الهم. اتحاد الكره يحقق في اختفاء كؤوسه. ده مش كاس واحد يا جماعه، ده مش كاس واحد، ده كلمه كؤوسه دي جامع. وهل ضاعت في حريق 2013؟ يا سلام. لما اكون بعمل تحقيق يا استاذي اللي كاتب البيان اقرا الاول. في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقر الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد، اتخضت بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير. ويجري حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة. الكلام ده كلام فارغ، أنا آسف يعني من وجهة نظري الكلام ده كلام فارغ. أنا وجهة نظري صياغة هذا الكلام ده كلام فارغ. ويبدأ لك الكلام بقى في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد. ضحكت عليا، خوفتني. أنت بتطور وبعدين اكتشفت انه ضاع الكلام ده، يعني مفيش جرد عندك، ما عندكش دفاتر. وبعدين في الاخر بيقول ايه؟ خد بالك، بيقول ضاعت وبنحقق. هل هو ضاع ساعه الحريق ولا في عمليه النهب اللي حصلت في اعقاب الحريق؟ يعني هو دلوقتي بيقول ان مفيش جريمه، لانه يا جماعه دي فورس ماجير اللي هي بيسموها ظروف قهريه. بيقول انه اللي حصل، هل هو في الحريق، هل هو الحريق ولا هو ما اعقب الحريق؟ ده مين اللي كتب هذا الكلام؟ ده اتحاد الكره دلوقتي اللي هو ماسكه رئيس الاتحاد اسمه ايه يا ابراهيم؟ ده عمرو الجنايني. استنى بس يا سيدي، استنى بس يا ابراهيم. بيقول لك كتر خيره انه اكتشف. يا ابراهيم واحده واحده، يعني انا هسمعك يا ابراهيم بتقول الكلام واسيبك انا كمان، انا بقول بلاش، خلينا نواجه بعض. اللي حاصل في الكلام ده اهو ده تهريج. ليه؟ لانه انا لو جابوا لي بقول لك الصبح امسك لجنه الصرف الصحي في اي قريه يعني، هطلع اقول يا جماعه ادوني الجرد وادوني كذا. لو قالوا تعالى امسك مصلحه الميه هقول يا جماعه ادوني ايه اللي موجود وايه. لو قالوا تعالى امسك المحطه دي هعمل ايه؟ اول ما جيت المحطه دي قلنا ايه؟ تعالوا يا جماعه نشوف ايه الاصول وايه الخصوم وايه القضاء اللي علينا وايه ده الاداره. قالت ده اداره؟ هو نسيب الدنيا كده ونتفاجئ بعد ست شهور ان في كاس ضايع؟ لا، ده تهريج واداره فاسده، اداره فاشله، اداره من اول امتى كلام؟ من اول سنوات مضت الكلام ده، مش من دلوقتي بس، الكلام ده من زمان يا جماعه. انا والله ما اعرف، والله ما اعرف مين هم اعضاء
اللجنه دي اللي بتدير الاتحاد، والله ولا اعرف عمرو الجنايني ولا عمره شفته اقسم بالله، ولا ما اعرفش انا يعني الموضوع الكوره فاصل عن الكوره من ايام من زمان. يعني بقول اللي بيحصل ده انا باخد لمحه من لمحات الفساد اللي طلع من رحم الاهمال. ما هو الاهمال خطر، خطوره الاهمال يا جماعه الاهمال ده فظيع، الاهمال اخطر من الارهاب، الاهمال اخطر من الارهاب والله. يا سيد وليد بيقول لي خد بالك ان الدكتور عمرو الجنايني عمل اداره كويسه جدا لبطوله، حلو جدا على راسي من فوق يا عم، انا اسف انا بعتذر لعمرو الجنايني واللجنه اللي معاه، بسال بقول هل يليق بلجنه او رئيس لجنه ناس محترمين على راسي من فوق، انا مش يعني عايز اخش في مشاكل، هل يمكن ان انا امسك مكان من غير ما اعمل تقييم واعمل عمليه جرد؟ انا بسال الف ب جرد بجرد. وبعدين ممكن تكون شافت بالصدفه يا جماعه، ده احنا دوله قديمه قوي في القصص دي، احنا قديمه قوي في الجرد والحاجات دي، اتعلموا من القوات المسلحه والله العظيم. واحد يقول لك ايه اهو بيطبل، اتعلم قوات المسلحه، مفيش مسمار مفيش ابره بتطلع لانه في عندي سيستم موجود.